القدر جمعني بكم من جديد أيها البشر، مغامراتكم أتت بكم إلى سطحي. لستم الأوائل، لا، أتعرفون عن السندباد شيئاً؟ لعلي أخبركم إحدى حكاياته. تحطمت سفينة السندباد خلال عاصفة وخيمة، وحملته الأمواج إلى جزيرة نائية. استيقظ وحيداً على الشاطئ، وأخذ يبحث عن طعام أو شراب ليروي عطشه. هل يوجد أحد هنا؟ حاول العثور على أي شخص في الجزيرة، ولم يجد سوى حصاناً مربوطاً بشجرة بالقرب من الشاطئ. لاحظ أن الحصان يتألم، فحاول فكه عن الشجرة. لديك سراج، ولكن أنا لا أرى مالكك في أي مكان. سوف أفك قيدك حتى نتمكن من العثور عليه معاً. قفز الحصان بمجرد أن فكه سندباد ودفعه إلى الأرض، ثم هرب. فتبعه السندباد إلى الأدغال، ولكنه اختفى ولم يترك أثر. أين ذهبت؟ تجول في الأدغال وشعر بأن هناك من يتبعه. أبطأ حركته واستدار بحثاً عنه، وإذ بصفعة تسقطه على الأرض وتفقده وعيه. استيقظ السندباد على صوت هسهسة ثعبان بالقرب منه. فتح عينيه ليجد نفسه مقيداً بشجرة، وكان صياد غليظ الشكل يقف أمامه ممسكاً بثعبان صغير ملفوف حول ذراعه. أخبرني الآن من أرسلك، وإلا سأدع الثعبان يسممك. أرجوك لم يرسلني أحد. لقد دفعتني الأمواج إلى هنا بعد أن دمرت العاصفة سفينتي. لا تكذب علي، لماذا فقدت الحصان إذن؟ أنا آسف، اعتقدت أنه يستطيع إرشادي لمالكه كي أعثر على سبيل للخروج من هنا. يا أيها الوقت، مناورتك هذه تسببت بقتل الحصان، التهمته الحيوانات الشرسة. أنا آسف. الآن لن أتمكن من اصطياد فرس البحر للملك، وسوف يعذب عائلتي أمام عيني. ثم أتعلم؟ سوف أبحر بك إلى المملكة حتى يقطع رأسك الملك. دعني أساعدك باصطياد فرس البحر، يمكنني أن أحاول إذا سمحت لي. أفضل من أن تعود إلى قصر الملك بأيد خالية. فكر الصياد في اقتراح السندباد، والشك يملأ عيني. حسنا، سأعطيك فرصة، ولكن إذا شعرت بأنك تحاول خداعي سوف تندم على اليوم الذي ولدتك فيه أمك. فهمت؟ لن أخيب ظنك. أخرج الصياد خنجراً من جعبته، وارتعش قلب السندباد حين استخدم الصياد الخنجر لفك الحبال من حوله، ولكنه لم يطلق سراحه بل لف يديه بالحبل وأمسك طرف الحبل بيده. أنا لا أثق بك بعد. أخبرني، كيف ستصطاد فرس البحر؟ هل معك ذهب أو جواهر؟ أنت تعمل بسرعة يا فتى. يمكننا استخدامه لصنع كمين، لأن حوريات البحر تحب الممتلكات البشرية الثمينة، وبمجرد أن نقبض على واحدة منها
سوف نكلفها بإحضار فرس البحر مقابل حريتها. إنها فكرة سخيفة، ولكن ما في اليد حيلة. لدي صندوق كنز من المفترض أن أعيده إلى الملك، يمكنك استعارته، لكن يا ويلك إن لم تنجح خطتك هذه. سحب الصياد طرف الحبل وجر السندباد خلفه إلى الشاطئ. بدأ بحفر حفرة واسعة أمامه. ماذا تفعل؟ هيا هيا احفر معي، لا يمكننا إضاعة أي وقت. أخفيت قاربي في هذه الحفرة. ساعد سندباد الصياد في إخراج القارب ودفعاه معا إلى الماء، وأبحرا به إلى أن وصلوا إلى مكان عميق. توقف هنا، سوف أغوص هنا لتهيئة الكمين. سلمني صندوق الكنز. أعطى الصياد سندباد الصندوق واندفع به حاملا شبكة إلى قاع البحر. ألقى بالشبكة ثم لف طرف حبل الشبكة على معصمه وعاد إلى سطح الماء، منتظرا مع الصياد ظهور حورية البحر. هاي انظر، يمكنني رؤية شيء يقترب من الصندوق. أشار السندباد إلى الصياد بأن يبقى صامتا، ثم سحب الحبل سحبة واحدة فأمسك باثنتين من الحوريات وسحبهما بقوة. تبين للسندباد وللصياد أن الحوريتين شقيقات، فإحداهن أكبر من الأخرى بفارق عمر ملحوظ. ارتسمت علامات الفزع والرعب على وجهيهما، وأخذتا تصرخان بأصوات حادة. إنها أصوات تخدش طبلة أذني. أيها الأشرار دعونا نذهب. بدا السندباد مرتبكا وتصبب عرقا بسبب شعوره بالذنب. سنفك قيد كلاكما بمجرد أن تساعدانا. لن أساعدك، أعدنا إلى الماء فورا، الهواء يحرقنا. تبدين بخير بالنسبة إلي، لا تستمع إليها يا سندباد. اسمعيني أرجوك، سوف تبقى أختك الصغيرة معنا إلى أن تحضري لنا فرس البحر. أليس لديكم ما يكفي من فرس البحر؟ إنها سلالة خاصة من الخيول، لا يمكنك الاستمرار في صيدها هكذا. هيا 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 كفي عن الكلام، نحتاج إلى واحد فقط كي يصنع لنا سلالة نادرة من الخيول ليتفاخر بها الملك. أنا خائفة، أرجوك أختي نبي طلبهما. سنحافظ عليها بأمان ونغمرها داخل الشبكة في الماء إلى أن تعودي. فرس واحد فقط وستدع أختي وشأنها. أجل، أعدك بذلك. فك السندباد حورية البحر الكبيرة فدفعت نفسها إلى الماء ورحلت لتبحث لهم عن فرس البحر. انتظروها لوقت طويل وتملكهم الملل، فأخذوا يتأملون درب التبانة ليلا. انظري، لقد عادت شقيقتك، إنها تركب فرس البحر. يبدو أن خطتك نجحت يا فتاة. اقتربت حورية البحر من القارب بفرس البحر. لم يتخيل السندباد جمال هذا المخلوق الأسطوري. بدا جلده لؤلؤيا وشعره فضيا حريريا. كان ينظر إليه بدهشة. أمسكت الحورية بصفارة معلقة بحبل حول رقبتها وأعطتها لسندباد. استخدم هذه الصفارة ليستمع إليك الفرس، ولكن لا تستخدمها مطلقا لالتقاط فرس آخر.
سوف أطعمك لأسماك القرش إذا رأيتك تحاول الإمساك بأي فرس آخر، أتفهم؟ والآن فك قيد أختي الصغيرة. سأرمي الصفارة بمجرد أن يحصل الملك على الفرس. شكراً لك على إحضاره. وكأنه كان لدي خيار آخر. أطلق سراح أختي الآن. سندباد، أعطني الصفارة، يجب أن نحافظ على الفرس هذه المرة. أعطى السندباد الصفارة للصياد وذهب لفك الحورية الصغيرة، ولكن الصياد أوقفه. توقف يا سندباد، ربما أرغب في الاحتفاظ بهذه الحورية كي أتفاخر بها بين الصيادين الآخرين. ما هذا الهراء؟ لقد حصلت على ما تريد، فك قيدها. قم بفك قيد أختي الآن، وإلا... وإلا ماذا؟ ماذا ستفعلين؟ إن اقتربت خطوة واحدة سوف أقتل أختك بخنجري، لأنني لست بالضرورة بحاجة إليها على قيد الحياة. ما بك؟ لست بحاجة إليها. صفرت حورية البحر بفمها، فقام فرس البحر بعض أذن الصياد واقتلعها بفمه، فصرخ الصياد من الألم. فقد الصياد توازنه ثم أغمي عليه على أرض السفينة، مما أعطى السندباد فرصة لفك قيد الحورية الصغيرة وإطلاق سراحها. هاجمت الأخت الكبرى الصياد بمجرد أن رأت أن أختها هربت، سحبته من القارب، ولكن السندباد أوقفها قبل أن تغوص به إلى قاع البحر. أرجوك لا تقتليه، سوف أعطيك صندوق الكنز إذا أعطيتني إياه. سوف أطعم صديقك لأسماك القرش لمجرد أنه فكر في أن يؤذي أختي. إنه ليس صديقي، ولكن لديه عائلة، دعيه وشأنه. حسناً، سلمني الصندوق، إنه لا يستحق أن ألطخ يدي بالدماء، ولا أريد أن أنتقم من عائلته البريئة. سلمها السندباد صندوق الكنز فأعادت له الصياد، ثم غاصت مع أختها بعيداً. لف السندباد حبلاً حول فرس البحر وأمسك بالحبل بحزم، ثم صفر بالصفارة التي أعطته إياها حورية البحر، فاندفع فرس البحر بالقارب بسرعة، وصاح السندباد بالصياد: استيقظ، دلنا على طريق المملكة. ماذا قلت؟ ألا تريد أن نعطي الفرس للملك؟ لا أستطيع سماعك جيدا، ولكن لنأخذ الفرس إلى الملك، إنه ينتظرنا. وصل السندباد والصياد إلى مرسى المملكة، وأخذا فرس البحر إلى قصر الملك، ودخلا به القاعة الكبرى. لا تتفوه بأي كلمة، ودعني أنا أكلم الملك. حسناً، كما تشاء. جلس الملك على عرش مصنوع من الصدف واللؤلؤ، تم تزيين قصره بالكامل بزخارف بحرية، فأدرك السندباد أن الملك مهووس بعالم البحار. أقدم لك يا سيدي فرس البحر الرائع الذي أحضرته لك بنفسي. من هذا الشاب الذي يقف بجانب الفرس؟ سأقف دائما بجانبك يا سيدي. اسم السندباد، لقد فقدت سفينتي في البحر، وجمعني القدر مع هذا الصياد الذي من كرم أخلاقه سمح لي بأن أرافقه وأساعده باصطياد هذا الفرس الأخير من نوعه. أحسنتما أيها الشابان، الفرس جميل، وسوف أكافئك أنت وصديقك الجديد أيها الصياد.
كافأ الملك الصياد والسندباد بالذهب. اشترى السندباد لنفسه سفينة متواضعة بالذهب هذا، وأبحر بها عند الفجر بينما كانت الطيور البيض متجهة إلى الشمس، كأنها شراع أبيض يتحرك في الأفق. Ooh.